جير الأسنان هي طبقة صفراء تتكون على الأسنان وتسمى بالبلاك، تتكون فيها البكتيريا، وهي من الأسباب الرئيسة التي تؤدي إلى تسوس الأسنان وظهور أمراض اللثة، كما أنه يعتبر ذو مظهر غير مرغوب فيه بالأسنان. تراكم جير الأسنان من الممكن أن يسبب رائحة الفم الكريهة، وذلك نتيجة تراكم البكتيريا وتدمير المينا، وهي الطبقة الخارجية الصلبة للأسنان، والتي بدورها يمكن أن تؤدي إلى حساسية الأسنان. تجويف الأسنان وحتى فقدان الأسنان، الأمر الذي من شأنه تعزيز أو رفع فرص الإصابة بمرض اللثة. أسباب تراكم جير الأسنان: هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى تكوين الجير، منها التدخين، حيث يسبب ذلك تكون النيكوتين على الأسنان لاحتوائها على مادة النيكوتين والعديد من المواد الضارة. إهمال تنظيف الأسنان: إن عدم تنظيف الأسنان يعتبر أحد أهم الأسباب في تكوين البكتيريا وبداية تكون الجير. كيف يؤثر الجير على الأسنان واللثة؟ الجير يمكن أن يجعل من الصعب تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط كما ينبغي، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تسوس الأسنان. كما أن الجير الذي يتكون فوق خط اللثة قد يكون سيئا، ذلك لأن البكتيريا الموجودة يمكن أن تهيج اللثة وتسبب تلفها، ومع مرور الوقت قد يؤدي هذا إلى مرض اللثة التدريجي. يسمى أخف شكل من أشكال أمراض اللثة التهاب اللثة، وعادة ما يمكن إيقافه وعكسه إذا قمت بتنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط واستخدام غسول الفم المطهر والحصول على تنظيف منتظم من طبيب الأسنان. إذا لم يكن الأمر كذلك فقد يزداد الأمر سوءا، حيث تشكل الجير بين اللثة والأسنان وتصاب بالبكتيريا، وهذا ما يسمى بالتهاب اللثة. نصائح للتقليل من تراكم جير الأسنان: أفضل طريقة لعلاج جير الأسنان يكمن في الوقاية منه، ومن الممكن تحقيق ذلك من خلال تنظيف الأسنان بالفرشاة بانتظام مرتين في اليوم لمدة دقيقتين في كل مرة، وفرك لمدة 30 ثانية مرتين في اليوم، وأن تكون الفرشاة ذات شعيرات ناعمة صغيرة. اختيار معجون الأسنان الذي يحتوي على الفلورايد فهو يساعد في إصلاح أضرار المينا. استخدام الخيط بغض النظر عن مدى جودة فرشاة الأسنان، فإن خيط تنظيف الأسنان هو الطريقة الوحيدة لإزالة البلاك بين أسنانك وإبقاء الجير خارج هذه المناطق التي يصعب الوصول إليها. شطف الأسنان يوميا واستخدام غسول الفم المطهر يوميا للمساعدة في قتل البكتيريا التي تسبب البلاك. الإقلاع عن التدخين ومراقبة النظام الغذائي الخاص بك.